السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. وحشتوني كتير والله، ويا رب تكون كلكم بخير، ويا رب تكونوا سعداء معانا في قناتكم منوعات الرحاب. بمشيئة الله النهاردة والله احنا راجع لكم بفيديو جميل بإذن الله، ولكن في حكم غريبة خالص سبحان الله. ايوه حكي نص. في حاجات قديمة كده، المعتقدات مع الصيادين القديمة ان هو لما بيقابله مكان كويس بيفضل في المكان ده لحد ما يجيب اخوه. فطبعا احنا بدأنا صيد في مزرعة الحاج نصر صبح اللي هو حاليا لابس تيشيرت اصفر دوت، اخ وصديق يعني، والناس يعني قالت لنا مش هتغير، فما كانش هينفع نغير غير لما نجيب ايه اخر المزرعة. الصيادين القديمة كلك كده يا جماعة ما بيسيبوش المكان غير لما المكان يجيب اخوه. خليكم معانا لحظة عشان الفيديو ده فيه تفاصيل جميلة خالص. طبعا دي طريقة صيد في المزرعة، هما بيرموا علف وبيدخلوا بالشبك كده حوالين العلف اللي رموه، فبيكون السمك من جنبه. اللي حصل معانا بقى النهاردة يا جماعة تلطيش غريب خالص، اكيد بيحصل مع كل الصيادين، بيبقى فيه طلعة كده تحس ان هي من اولها لاخرها ملخبطة. سبحان الله النهاردة انا ضربت سمك حلو خالص، ولكن قدرا ما اخدتش ولا سمك. اي والله تلطيشة غريبة خالص خالص. مين يا جماعة ما حصلش معاه الكلام ده، او مين حصل معاه الكلام ده ويحكي لنا اللي حصل معاه؟ رجاء من كل اخواتي وحبايبي الصيادين اللي متابعيننا وقاعدين في قناتنا، ان احنا نتشارك مع بعض الحكايات والافكار اللي بتحصل لنا في الصيد. يعني مثلا يوم زي النهارده ده، انا المزرعه دي طبعا عشان للناس اللي هي ما شافتش الفيديوهات اللي قبل كده، المفروض ان احنا بنيجي هنا بنصطاد والسمك بنوزنه وبنحاسب عليه. فاحنا كنا متغاضين عن اي حاجه، لان احنا في الاخر بنشتري سمك عشان ناكله، ولكن بنشتري برضو المتعه بتاعتنا اللي هي متعه صيد السمك. النهارده بقى يا جماعه اليوم معايا يوم لخبطيطه خالص سبحان الله. السمكه اللي عدت دي اللي انت شفتيها دول كانت ضربه كويسه، وكل ما نضرب سمكه وسبحان الله نيجي تقرب مني وخلاص هنمسك السمكه، نبص نلاقيها ضاعت مني. حصلت معايا مرة واثنين وثلاثة، حاجة بصهم في منتهى الغرابة، مش عارف ايه ده. في يا جماعة حد حصل معاه المواقف اللي زي دي؟ تخيلوا اليوم كله، هو انا ما قعدتش فترة طويلة، انا قعدت وصلت هناك العصر، مشيت بعد المغرب بحوالي ربع ساعة او كده، ضربت سمك كتير خالص، وقدرا سبحان الله مش عارف نطلع سمكة واحدة. انا في الاخر اكتشفت ان انا كنت مغير السلاح اللي انا كنت بنصطاد متعود نصطاد بيه، ولكن ده برضو سبب. ايه رأيكم؟ خليكم معانا وتابعوا الضربات كده، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. عايز طبعا تتفاعلوا معايا في الفيديو ده وتقولوا لي رايكم وبيحصل ولا مش بيحصل. خليكم معانا ان شاء الله الفيديو يعجبكم. طبعا معلومه برضو يا جماعه، انا عايزكم تعرفوا ان صيد المزارع مش سهل، يعني محدش في ناس كتيره خالص اما بتلاقينا بنطلع سمك بيقول لك دي مزرعه، لا الموضوع صعب خالص، وده اكبر دليل على ان صيد المزارع مش سهل اللي حصل النهارده ده. ولكن دي ايه يعني، صحيح في عين في الصيد، صحيح في امارات، لان زي ما قلت لكم الصياد ما بيسيبش المكان الكويس اللي هو بيتمتع فيه الا لما بيجيب اخره. فهل دي علامه مثلا ان انا نغير نبعد عن المكان ده؟ بالله عليكم تفعلوا معايا في الفيديو ده يا شباب.
وخليكم معانا. انا متمسك بالمكان هنا لاني بصراحه بنلاقي متعتي فيه كصياد، وفي ناس كتير خالص زي حالاتي بتدور على مكان زي ده. يعني انا النهارده مثلا ما اصطدتش ولا سمك، اقسم بالله العظيم اشتريت سمك وانا ماشي. فده اللي بيحصل معانا في الطلعات اللي هي المفتوحه غير المزرعه. يعني دي العاده بتاعتنا. الفكرة في المزرعة ان هي بتبقى فيها فرصة اكبر للسمكة الكبيرة او لمقاسات السمكة لاحجام السمكة عن غيرها يعني. واحنا للأسف كصيادين بنيجي على نفسنا وبندفع تمن احنا مندفعش تمن المتعة، احنا بندفع في الاخر تمن السمك اللي احنا هناكله. وانا كده المتعة هناخدها، لان انا النهاردة مثلا ما اصطدتش سمك واشتريت سمك في الاخر والله. فده اللي بيحصل مع ناس كتير خالص. والعلم يا جماعه برضو اخواتي وحبايبي على قنوات الصيد في اليوتيوب، هي في حاجه اسمها صناعه الفيديو. صناعه الفيديو ان القناه بتطلع على المكان يوم واثنين وثلاثه لحد ما بيصنع لك الفيديو اللي هو عايز يقدمه لك برضو عشان تنبسط على اليوتيوب وتنبسط وانت بتشاهد متعه الصيد. لو واحد اجازته يوم واحد في الاسبوع زي حالاتي هيطلع الطلعة، فمش هيلاقي اللي بيشوفه على اليوتيوب. عشان كده احنا متمسك في الايه، في موضوع المزارع ده. وفي ناس كتير طلبت مني قالت لي دور لنا على اكتر من مزرعة. فانا طبعا مش هنسيب مزرعة شغالة ونروح مكان تاني، ان شاء الله هنشوفه مزارع تانية بس لما نجيب اخر المكان ده معانا. النهارده طبعا هي رطشت، هنشوف ان شاء الله لينا طلعه ثانيه امتى، ولحد ما نجيب برضو اخر المكان زينا زي ما احنا متعودين طول عمرنا. عايزكم تتفاعلوا معايا برايكم، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم باذن الله. انا كنت مسايس والله. جاء طبعا وقت الغداء بتاعنا، اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. ده طبعا متعة المكان برضو وجماله، غدا زي ده كده محترم بالنفس ده، فعشان كده متمسكين بيه. بالنسبة لنا ان شاء الله يا جماعة دي نهاية الفيديو، وده حال الصيادين بإذن الله. يوم كده ويوم كده، أيام ملطشة وأيام منعنشة، وده حال الصيد. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك، لان اللايك ده فعلا بيفيد الفيديو، يخليه ينتشر طبعا واكتر الناس تشوفه. تحياتي ليكم، اخوكم سامح الخوالقة، والى اللقاء في رحلة جديدة من رحلات نوعة رحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا برضو مغير السلاح بتاعي النهاردة، دي برضو غلطة. Oh,
الماء خايفين هم. جاب هذا المذيع ان شاء الله شكلها برضو منفوشه لان انا كلتش معاك. سمكه كبيره يا اخي سمكه كبيره وليت عليها برضه انا كنت مسايس والله.